بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الثلاثاء الموافق 12 من أكتوبر 2021، يسر مديرية أوقاف الغربية اليوم أن تتلقى الدفعة رقم 17 4 طن من لحوم الأضاحي. وصل إلينا قبل ذلك 56 طن، النهاردة 4 طن، إذن المجموع 60 طن. تسلم مديرية أوقاف بن سويف اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021 دفعة 19 بواقع 4 طن من لحوم صقوف الأضاحي، وذلك ليصل إجمال ما تم استلامه حتى الآن 64 طن. اليوم الثلاثاء 12/10/2021 مديرية أوقاف المنيا تسلم الدفعة 18 من لحوم صقوف الأضاحي لهذا العام. زنت هذه الدفعة 3 أطنان ليصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا لحوم صقوف الأضاحي لهذا العام 65 طن. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 20 محملة ب 4 طن لحوم صقوف الأضاحي. اليوم الثلاثاء 12/10/2021 الثلاثاء الموافق 12/10/2021 سلمت مديرية أوقاف القاهرة صدر لحوم صقوف الأضاحي قدرها 3 طن. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.